عليكم يا أبطال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تذكرون شنو بالدرس السابق أخذنا؟ صورة النصر، وتعرفنا عليها وعرفنا أنه صورة النصر مكية وعدد آياتها شقد؟ 3. اليوم راح ناخذ راح نتعرف على حديث تبوي شريف، حديث في آداب الطعام. آداب الطعام التبوي يعني كلنا احنا نتناول باليوم 3 وجبات، الفطور والغداء والعشاء. فبنقعد حتى لو قاعدين على سفرة ويا بابا وبابا او معزومين، فنحن اصدقاء مسويين سفرة، فبناكل لازم اول ما نبدي بناكل شو نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شي شو نقول؟ بسم الله. هاي اول شيء. بعدين نغسل ايدنا بالماء والصابون، يصير ايدنا وسخه وبيها تراب وبيها مالقط وبيها مالقلب، ونجي ناكل؟ لا. فلازم نغسل ايدنا بالماء والصابون بعدين نجي ناكل، تمام؟ وبناكل ونشرب بيا ايد اليمنى او اليسرى؟ يمنى. لازم ناكل ونشرب لازم ايدنا اليمنى، وناكل من امامنا الطبق. يعني هسه مثلا يوسف زياد حاط هنا بارت الاكل، يصير يوسف زياد يروح ياكل من اكل محمد ياسر على معول محمد ياسر طبقه؟ لا. عرفنا شنو الطبق؟ يعني الصحن او المعول، تذكروا اخذناه؟ يصير؟ لا. ناكل لازم الاكل اللي امامنا، ما يصير يصير يوسف زياد يقبز على عبد الله هما؟ لا. او يقبز على برزان؟ لا. ما يصير، ياكل لازم من الطبق اللي امامه، ما يصير ياخذ من قدام غيره، يصير؟ ومن يخلص اكل شي يقول؟ الحمد لله. شي يقول؟ الحمد لله. ونغسل ايدنا، نغسل ايدنا وننظف اسناننا، نفرج اسناننا. جودة وياي هسه عرفنا اول شي شو نسوي؟ نغسل ايدنا. كلنا نسوي، يلا نغسل ايدنا بالماء والصابون. بس نغسل ايدنا بالماء والصابون. بعدين شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بيش ناكل بيا ايد اليمنى؟ باليد اليمنى. ناكل من الجانب الامامنا، يصير ناكل من الجانب اللي مو قبله؟ لا. بين ناكل؟ من الجانب؟ ناكل من الجانب الامامنا. من يخلصون اكل شو يقولون؟ الحمد لله. ويغسلون ايدهم وينظفون اسنانهم. عفوا عفوا، ترى غسلت ايديكم بالصابون؟ ايه الماء والصابون. احسنتم، يلا. هسه شفتوا بيش لازم ياكلون؟ ايد اليمنى. واول شيء غسلوا ايديهم بالماء والصابون، بعدين بدوا ياكلون، ومن ياكلون ايش قالوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكملون شو يقولون؟ هسه كملوا شو يقولون؟ الحمد لله. الحمد لله. ايش قالوا؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تمام؟ اذا حديثنا هو يقول: يا بني يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يلا سوا: يا بني يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعني تاكل من قدامك والسبي، وبنتكبر شو نقول؟ الحمد لله.